مساء الخير. كل عربي يحلم باليوم اللي تتحرر فيه فلسطين. كل عربي يعتبر قضية فلسطين هي القضية الأولى اللي تمنى أن تنحل في يوم من الأيام. كل عربي وفلسطين وشعبها بالنسبة له حالة خاصة وشيء ثمين يجب استرجاعه. مملكة البحرين كأي دولة عربية موقفها واضح تجاه القضية الفلسطينية ومناصرة شعبها، سخرت دبلوماسيتها وعضويتها في مختلف أجهزة الأمم المتحدة لدعم القضية. لفلسطين أهمية استراتيجية ودينية في قلوب كل عربي ومسلم، هي أولى القبلتين وثالث الحرمين، بلد التين والزيتون. كلنا نتمنى وبقلوب صادقة أن ينصر الله فلسطين وشعبها. حياكم الله في برنامج الرأي. مشاهدينا، نستعرض معاكم عناوين حلقة اليوم. في الفقرة الأولى بنتكلم عن موقف البحرين تجاه القضية الفلسطينية في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وفي الفقرة الثانية بنتكلم عن مصير مشروع الإنتاج النفطي المشترك. وأيضا راح نتكلم عن نماذج مشرفة لرواد أعمال بحرينيين. وفي فقرة السوشيال ميديا بنستعرض موقف رواد مواقع التواصل في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. مشاهدينا، يعني في مقولة: نقبل بما يقبل به الفلسطينيون أنفسهم. هذه مقولة وهذا مبدأ يعني تحافظ مملكة البحرين دائما على نهجها في دفاعها عن قضية العرب الأولى، وهي القضية الفلسطينية، واللي كانت وما زالت على قائمة أولويات السياسة الخارجية للمملكة. ما ترددت في فعل كل ما يمكنها ودعمها سياسيا ومعنويا واقتصاديا على المستوى العربي والإسلامي والدولي. معي على الهاتف الزميل الإعلامي موسى عساف. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا ستايا، كيف الحال؟ الله يسلمك، أهلا وسهلا فيك. في البداية، يعني ماذا يمثل لك اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني؟ بداية اسمحي لي أن أشكرك شخصيا وأشكر وزارة الإعلام وتلفزيون البحرين على هذه المبادرة الطيبة التي تؤكد حرص المملكة حكومة ملكا أولا وحكومة وشعبا على العناية التامة بالقضية الفلسطينية، قضية العرب والمسلمين الأولى. ثانيا، اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو جاء لتأكيد الحق الفلسطيني تأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما دعت إليه كل المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة، كذلك قرارات الإجماع العربي، والتي كان آخرها قمة بيروت. أستاذ، يعني كيف ترى دور البحرين في التضامن مع القضية الفلسطينية؟ يعني لو نتحدث عن البحرين وعنايتها حكومة وشعبا ومنظمات مجتمع مدني في القضية الفلسطينية، ربما نكون مقصرين كثيرا في يعني إظهار هذا التعاون وهذا الحرص على التأكيد على عروبة فلسطين. بداية يعني نأخذ موقف جلالة الملك المفدى، والذي يعني أكد في كل خطاباته، وأنا شخصيا عملت رصد كامل لخطابات جلالة الملك منذ العام 2002 في دورات الانعقاد في مجلس الشعب، والتي أكدت كلها على حرص على جلالة الملك شخصيا والحكومة البحرينية على تأييد الموقف الفلسطيني الحريص على إقامة الدولة الفلسطينية. طيب، لو نتكلم يعني على الصعيد الخيري، خلينا نتكلم عن موقف البحرين ومساهماتها يعني على الصعيد الخيري. اسمحي لي أختي أن أحيلك وأحيل المهتمين في هذا الموضوع إلى كتاب قيم، كتاب بحريني للباحث في التاريخ والصحفي المرحوم الأستاذ خالد البسام، والذي يحمل عنوان كلنا فداك، وهو كتاب يعني مهم جدا، يعني رصد فيه الأستاذ خالد رحمه الله تاريخ العلاقة بين البحرين وفلسطين، قضية فلسطين منذ عشرينيات القرن الماضي، والتي تمثلت في حرص أهل البحرين مجتمعين شيوخا ومواطنين وتجار على دعم القضية الفلسطينية منذ بداياتها في عشرينات القرن الماضي، حيث يعني رصد ووثق العلاقة بين البحرين وفلسطين، وكيف كان أهالي البحرين دائمين الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه في كافة المحافل. اليوم يعني يتكرر المشهد في أكثر
عفوا، يتكرر المشهد في أكثر من موقف. وقفة البحرين إلى جانب الشعب الفلسطيني سواء حكومة أو شعب أو منظمات مجتمع مدني، وهو ما نراه بشكل يومي. تفاعل البحريني مع القضية الفلسطينية وتطوراتها والأحداث الجارية في فلسطين من خلال الوقفات التي يقومون بها والدعم المادي والمعنوي والإعلامي التي تقوم به البحرين بكل مؤسساتها تجاه الشعب الفلسطيني. نعم، أنا أشكر لك جزيل الشكر الزميل الإعلامي موسى عساف على المشاركة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا ننتقل إلى الفقرة التالية. انتشر خبر مرسوم الاكتشاف النفطي والمشاركة في الانتاج بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني البحرين بيفي. وافق مجلس النواب على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المعدل بشأن هذه الاتفاقية بين الجهتين، وأحيل المرسوم إلى مجلس الشورى الموقر. خلونا نتابع هذا التقرير. معالي الرئيس، طبعا تهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير قطاع النفط والغاز بمملكة البحرين وتعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني وتنمية الانتاج والإيرادات، ونظرا لاستثمار عام الوقت الذي يشكل أهمية كبيرة بالنسبة للاتفاقيات المتعلقة بالاستكشاف، حيث يؤثر التوقيت على الخطة الاستراتيجية لكل من حكومة مملكة البحرين وشركة إيني بي في، إذ من الأهمية بمكان الإسراع في توفير منصات الحفر البحري وشراء المعدات كأنابيب الحفر والتبطين الخاصة بحفر البئر الاستكشافي بأسعار مقبولة، حيث يؤثر التأخير في توفير هذه المواد سلبا على المشروع نظرا لاحتمال تغيير الأسعار صعودا. كان في يعني لغط أو كان في على المدة الزمنية أنها هي 50 سنة أو 31 سنة، اللي هي مدة الاكتشاف مع مدة التكرير مع مدة اللي هو الانتاج، وأكد معالي الوزير أن في 3 سنوات حق الاكتشاف الأول و4 سنوات الاكتشاف اللي يلي، وبعدين 25 سنة اللي هي، وإذا تم الاكتشاف خلال ال3 سنوات بتي بند ال25 سنة قبل، فيمكن المدة تكون أقل. تأكدنا مقارنة مع جميع نفس الشركة مع الشركات في المنطقة، يبقوا لنا جدول تفصيلي وموجود عندكم إياه في البرزنتيشن اللي هم سووه، أن البحرين أعلى نسبة في المنطقة بين الدول المجاورة لنا، فكانت نسبة البحرين هي الأعلى. لا أعتقد أن أي شركة تأتي تستكشف مرة أخرى، فإذا أتت هذه الشركة للاستكشاف هي مخاطرة كبيرة على الشركة، مقابل أي مخاطرة على البحرين هذا شيء إحنا لازم ندعمه. المفروض نمشيه من الأسبوع الماضي على أساس نلحق على الاتفاقية ومشيها، لأن هذه فيها إن شاء الله إذا صار استكشاف في الغواطة البحرية فيه خير إن شاء الله حق البحرين وحق المواطنين في عجالة الملك الله يحفظه حمد بن عيسى، مثل ما كان الاستكشاف النفطي في عهد حمد بن عيسى الأول، إن شاء الله يكون هذا استكشاف كبير في عهد جلالة الملك حمد بن عيسى. وشكرا معالي الرئيس. الموافقة على المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الانتاج بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني البحرين بيفي. طبعا الاتفاقية تم مناقشتها بإسهاب، وأصحاب السعادة النواب أسئلتهم كانت في محلها واندلت، فتدل على حرصهم لمصلحة الوطن والمواطن، فمرة أخرى لكم منا جزيل الشكر ودعواتكم لنا إن شاء الله بالتوفيق. مشاهدينا، مشروع الانتاج النفطي مشروع هام ومصيري بالنسبة لمملكة البحرين، ويدخل أكيد في مستقبل الأجيال القادمة. بنتحاور عن هذا الموضوع مع ضيفي في الاستوديو سعادة النائب علي إسحاقي، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب. مساء الخير أستاذ. مساء النور ويا أستاذ. حياك الله. طبعا قرار المجلس الأول يعني جاء بتأجيل لمدة أسبوع. نعم. كان هناك في يعني مداخلات تحفظية خلينا نقول من قبل النواب فيما ورد يعني في الجلسات، ونبي نتعرف طبعا على أسباب يعني هذه التحفظات وما هي المبررات وما جاء يعني بالمجمل في الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نشكركم على الاستضافة لتوضيح الأمر. طبعا تم إحالة المشروع بقانون إلى اللجنة المالية كحق أصيل للجنة. نعم. اللجنة المالية اطمأنت فيما في على بنود الاتفاقية، ولكن ما تم عقد اجتماعات مع وزارة النفط بخصوص هذه الاتفاقية، لأن اطمأنت وكان في تواصل على بشكل فردي مع المسؤولين في الوزارة. نعم. فارتأت اللجنة وبإجماع الأعضاء الحاضرين كانوا في الاجتماع
برفع التوصية بالموافقة على ما جاء في الاتفاقية ورفع الجلسة. اللي صار في الجلسة ما كان في خلاف على الاتفاقية نفسها كثر ما هو أن النواب كانوا يرتؤون أنهم عقد الاجتماع مع الوزارة وبتواجدهم للسماع وللتباحث وللتحاور مع الوزارة كان شيء مهم بالنسبة لنا، لأن الموضوع مصيري وفي كثير من الأشياء اللي لازم يبون يعرفونها مباشرة مع الوزارة من الوزارة فارتأى رئيس اللجنة، فكان يعني نزولاً لرغبة الأخوان النواب سحبنا المشروع الأسبوع لمزيد من الدراسة مع الوزارة. نعم. والحمد لله تم عقد اجتماع مباشرة بعد يومين مع الوزارة بحضور معالي الشيخ محمد نعم. بن خليفة وزير النفط والتباحث بحضور النواب عدد من النواب بالإضافة إلى أعضاء اللجنة وتباحث في على البنود الموجودة في الاتفاقية. يمكن يعني البعض من المواطنين يمكن ما يعون أهمية هذه الاتفاقية. لو نتكلم سعادة النائب عن أهمية الاتفاقية، خلينا نتكلم عن بنودها وأهمية البنود الموجودة فيها بشكل تفصيلي. نعم، الاتفاقية طبعا احنا دولة نفطية البحرين ومعتمدين بشكل أساسي في اقتصادنا على النفط. فبالنسبة لنا أي اكتشاف جديد في النفط أو الغاز بتكون إضافة بالنسبة لنا في الميزانية العامة، خاصة مع الوضع الحالي نحن عندنا التوازن المالي والدين العام وشلون تغلب على الصعوبات الموجودة إقليميا ودوليا في الاقتصاد. فأول شيء أن الدعم بيكون للاقتصاد الوطني في حال اكتشاف النفط، بالإضافة إن الفريق المفاوض يعني أوجد الفوائد المباشرة للمواطن مثل التدريب والتوظيف ودعم المشاريع الاجتماعية، فكل هذه بيكون مباشرة بعد فترة الاكتشاف. نعم، يمكن البعض من السادة النواب طرحوا تساؤلات حول يعني الحصة الخاصة بالحكومة أو حصص الأرباح اللي راح تكون للحكومة. لو تكلمنا بشكل تفصيلي يعني عن أهم ما ورد في هذا الجانب. والله يعني هو يعني طرحوا العديد من التساؤلات عشان يبون يتعرفون على الحصص الخاصة بعمليات اكتشاف النفط. هو باختصار حصة حكومة البحرين من الاكتشاف تقريبا 80%، هاي باختصار شديد يعني الحصة الأكبر بتكون للمملكة حكومية. نعم. طيب يعني هل راح يتم وضع شروط معينة لنسبة البحرنة؟ يعني وجود هذا المشروع أو ضمن الاتفاقية راح يساهم في عملية طبعا التدريب. نعم. بشكل كبير. نعم. فما تعليقك عن هذا الموضوع؟ في هالخصوص طبعا احنا هي مرحلتين بتكون، مرحلة الأولى مرحلة استكشافية بتكون، في المرحلة الاستكشافية ما تقدر أنت تقول له وظف بحرينيين ودرب بحرينيين. صحيح. وهو بيبتدي استكشاف للنفط والغاز. إذا ولكن في الاتفاقية إذا تم اكتشاف النفط والغاز نعم يتم تأهيل وتدريب البحرينيين وتوظيفهم، بالإضافة نقل التكنولوجيا الموجودة في الشركة إلى المملكة. هذه الشركة هل راح تخضع للنظام الضريبي سواء بالشركات الأخرى؟ نعم، بيدفعون حسب النظام الموجود عندنا 46% كضريبة بيدفعون. طيب هذه الاتفاقية يعني تقدم نموذج أكيد وتنعكس على الاقتصاد بشكل يعني كبير، لو نتكلم عن هذا الجانب إلى أي مدى راح ينعكس على اقتصاد المملكة؟ طبعا نفس ما قلت لك قبل شوي ان احنا اقتصاد ريعي اللي هو معتمد على النفط بشكل كبير. اي اكتشاف جديد بيكون اضافه لميزانيه الدوله، واي اضافه في ميزانيه الدوله بيكون مردود ايجابي على المواطن والوطن طبعا. فالحصول على هالاكتشافات بيكون شكل يعني اكيد بيكون مردودها ايجابي على الميزانيه، وبالتالي بيساعد المواطن وتحريك الاقتصاد الوطني بشكل اسرع واقوى. نعم استاذ، قبل ما نختم يعني هل هناك في توقعات يعني متى راح يتم اقرار الاتفاقيه بشكل رسمي؟ الاتفاقيه من قبل تم الاتفاق بالاجماع عليها من قبل المجلس في الجلسه الاخيره،
وتم رفعها حاليا الى الاخوان في مجلس الشورى. بعتقد اتوقع ان الجلسه القادمه في مجلس الشورى بيتم التباحث في الاتفاقيه واعتقد يعني ما اعتقد ان في شيء يوقف الاتفاقيه، لان الاتفاقيه ما تكلف الاهم كل شيء انه ما تكلف ميزانيه الدوله اي شيء. الشركه على عاتقها بتاخذ، هي اللي تستثمر المبالغ جميعا للاستكشاف. فاحنا اذا وجدت هذه الاكتشافات بيكون في ميزانيه الدوله، واذا ما وجدت فالشركه بتكون هي خسرت استثماراتها. انا اشكر لك وجودك سعاده النائب علي اسحاقي، كل الشكر لك على الايضاح، شكرا جزيلا لك. مشكورين. شاهدينا، الاتفاقية طبعا تصب في مصلحة البحرين بشكل كبير، وشركة جاهزة اليوم لحفر أول بئر استكشافي في الربع الأول من العام القادم كما أشار سعادة وزير النفط. نتمنى في الجلسات القادمة أن تمر هذه الاتفاقية بعد أكيد دراسة مستفيضة من المجلس. فاصل وبنرجع نكمل معكم. عودة لكم مجددا مشاهدينا. قطاع ريادة الأعمال من القطاعات اللي توليها مملكة البحرين اهتمام كبير، يحتفي العالم بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال. قصص نجاح كبيرة وكثيرة يقدمها لنا رواد الأعمال كنموذج لإبداع البحريني وتميزه واعتماده على ذاته ومساهمته أيضا في دعم الاقتصاد الوطني. معي في الاستوديو نموذجين من رواد الأعمال المتميزين، معي سنية عبد العال ومعي سيد صادق. سيد مساء الخير. وايد نسمع قصص عن بحرينيين عندهم مشاريع جميلة مميزة، يمكن في مشاريع تطلع من مملكة البحرين وبعدين نسمع عنها في دول الخليج، يعني وهذه دليل على تميز شبابنا المبدع المبتكر ويعتمد على ذاته. أنا أول شيء بسألك سنية بعدين أنتقل لسيد، ليش اتجهت وليش اخترتي ريادة الأعمال؟ أول شيء أحب أشكرك على استضافتك لنا في البرنامج. هذا واجب صراحة. أنا ما اخترت أن أكون رائدة أعمال، شيء بس صار من نمط حياتي. كنت أستكشف يعني الموضوع اللي أنا يعني أشتغل فيه اللي هو العصائر الطبيعية. ومن خلال استكشافاتي مثل ما الله يسلمك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، خير الناس أنفعهم للناس. فشفت شيء فيه فايدة وحبيت أفيد غيري. أنت الحين مشروعك شنو بالضبط إذا تكلمينا عنه؟ عصائر طبيعية شركة Perfectly Pressed. ممتاز. وهي عصائر نصنعها بتقنية العصر البارد. شلون؟ تقنية العصر البارد هي بالإنجليزي نقول Pressed، يعني نضغطهم ما نعصرهم بالحرارة، فيخلي الـ يعني اللي يسمونه الستركتشر يعني الانزيمز وكل الفيتامينات اللي من في العصير بدها تكون انتاكت. انا ليش اضحك؟ لان انت قلتي عصاير المفروض تجيبين لنا جو واحد نجربه. والله انت صادقه صراحه، ان شاء الله خلينا نجرب ونقول حق الناس ترى حلو ترى زين اشتروه. يعطيك العافيه. انتقل لك سيد، انت نفسها بالصدفه ولا لا اخترت انت هذا المجال؟ هو كان مو بالصدفه. بس بسبب انه يعني اول ما تخرجت من الجامعه كنت ابحث عن فرصه عمل. طبعا الحصول على فرص عمل في شركات كبيره بالعاده يكون صعب. بعدها صار عندي شغف لاني احب ابني برامج كمبرمج، خريج نظم معلومات اداريه ومبرمج، فعندي شغف لبناء البرامج لبناء الشركات. فانت بعدها يعني من هالمرحله يعني صار عندي شغف في كبناء التطبيقات. زين، انت الحين مشروعك شنو؟ بناء تطبيقات. اي مشروعنا اكلاتي. اكلاتي هي منصه الكترونيه تقدم عن طريقها خدمات التموين والضيافه لفعاليات الشركات. شلون يعني؟ اشرح اكثر. مثلا فعندنا مثلا لما شخص يحتاج يطلب حق وجبه بسيطه عندنا تطبيقات واجب موجوده. صحيح. احنا تركيزنا لا حق الفعاليات الكبيره. ممتاز. ما في حل مناسب حق مثلا لما يكون شركه وموسعه لها مؤتمر. أنه تطلب أكل، تطلب خدمات الضيافة. ممتاز. للضيوفة. فإحنا تطبيقنا ومنصتنا تساعد الشركات يطلبون هاي النوع من الخدمات بكل سهولة وبطريقة تناسب طريقة عملهم. يعني ما شاء الله أفكاركم حلوة، يعني العصير موجود
لكن أنا دائما أقول يعني الواحد إذا بيفتح له مشروع، مشاريع يمكن يخافون إنه يعني ينخرطون في أي مجال، لأنه في وايد في السوق. أنت تقدر تدش السوق ولكن بشيء يميزك أنت، يعني طريقة مثلا العصير اللي أنت اخترتيها، التطبيق جدا يعني مميز، ما حد يمكن فكر إنه يعني أكلات المطاعم وايد والتطبيقات موجودة. نطلب يعني كل وجباتنا عن طريقها، بس إن في تطبيق حق المؤتمرات أو فيه الحفلات أو في يعني ملتقيات منتديات، هذا شيء جديد. يعني أنتم ما شاء الله من النماذج المميزة، ريادة الأعمال في مملكة البحرين. أنتم خلاص خلينا نقول دخلتوا السوق وكشباب يعني بديتوا تعتمدون على نفسكم. سنية، شو اللي يميز مملكة البحرين في مجال ريادة الأعمال؟ صراحة من بديت يعني my journey مثل ما نقول، شفت وايد في تسهيلات. يعني كوني امرأة ويعني من كل برنامج دخلت فيه مثل اليونيدو، مثل اليوم قدمت على البي دي بي اللي هو بنك البحرين للتنمية، وفروا لي وايد خدمات وايد مساعدات اللي يعني عادة الواحد ما يحصلها أظن في خلينا نقول مثلا الدول الخارج. يعني احنا دائما نطلع على الغرب نشوف ان هم يعني ما شاء الله they're advanced، بس احنا احس the support system اللي عندنا it's very strong. والحلو في البحرين I feel it's a test market. يعني اي شيء اللي تقدرين تسوينه في البحرين تقدرين يعني ان تأسسين you base basically your experience على other markets. ممتاز. بالنسبة لك سيد؟ نعم طبعا، يعني ريادة الأعمال في البحرين عندنا نظام متكامل نقدر نسميه، من دعم الحكومي ودعم المؤسسات الحكومية سواء تمكين مجلس التنمية الاقتصادية وباقي المؤسسات. هالشي ما نحصله في دول البقية، حتى مثلا ما أتكلم مع رواد الأعمال من دول الخليجية يعني يحسدون على هالنظام اللي عندنا أو المؤسسات الموجودة عندنا. فتسهل بشكل كبير رواد الأعمال سواء في يعني في الأساس الانطلاقة، يعني دعم مادي موجود أو حتى دعم غير مباشر مثل توجيه، تدريب، مؤتمرات، استشارات. فيعني نظام متكامل ما شاء الله في مملكة البحرين حق ريادة الأعمال. الحمد لله. يعني الفترة هذه فعلا يعني نلاحظ أن الشباب ما شاء الله خذوا الخطوة وفتحوا يعني مشاريعهم الخاصة. يمكن في السابق كانوا يتخوفون، لكن وجود يعني كل المنظومة هذه المتكاملة اللي ذكرتها سيد صار يعني سهل، وصار في نوع من الأمان أكثر حق الشاب أنه هو يدخل في مجال ريادة الأعمال. لكن ما زال في يمكن نسبة بسيطة للحين تخاف أنه تأخذ الرسك، أو يمكن ما يعرفون الخطوة شلون يبتدونها، مع أنه يمكن في قنوات كثيرة يعني تعلمك خطوة بخطوة شلون أنت يعني تبتدي مشروعك، شلون تطوره، شلون تحسن فيه، وشلون تسوي ماركتينج حقه. سنية، أول ما استلمتي مشروعك شنو تعلمتي؟ أكيد ما في شيء سهل في الدنيا، كل شيء خطوة بخطوة، وكل شيء فيه يعني تحديات، فيه صعوبات وفيه عقبات. بعد هذه كلها شنو استفدتي من هذه المشروع؟ أنا صراحة الفكرة بدأت في 2013، كنت أشتغل برا البحرين وبديت إنه يعني أسوي مثل ما يقولون تجارب. يعني كنت أحاول أسوي مثل اللي هو بديل الحليب، لأنه كان عندي مشكلة مع الحليب. فشيء إنه يعني مثل ما قلتي إنه صحي، فتعلمت إنه أول شيء إنه أكثر شيء أنا كنت يعني أسوي دراستي وأنا متخصصة في شلون أسوي العصائر، وخذت كورسز وحاولت أطور من نفسي. ممتاز. بس الشيء اللي أكثر شيء يعني كنت أركز عليه إنه شلون أقدر أوصل حق المرحلة اللي أنا أبيها اللي هو التصنيع. فأكثر شيء تعلمته إنه partnership وايد مهم، إنه تلقين شخص تشتغلين معاه اللي مثل يكمل الـ other part اللي أنتي تبين تسوينه. فإحنا عندنا في الخليج عندنا استجمة على الـ partnerships، إنه مو بوايد ناس يحبون إنه يدخلون في شراكة، أو مثلا بالنسبة لهم يعني يمكن طريقة الشراكة تختلف من ناحية إنه كل واحد يمكن عنده اتجاهه. فحلو ان الواحد انه يطلع عليه بطريقه جديده، والشراكه شيء وايد مفيد. بالعكس انا وايد ايد هالشيء. صحيح. يمكن في البدايه تواجهت صعوبه مثل ما ذكرت. في البدايه واجهتني صعوبه، وانا كنت يعني اتجهت ان اشتغل مع احد كمثل منتور، ومن خلال ذلك اكتشفت انه يمكن افضل طريقه انه تو ورك توجذر، ان نشتغل مع بعض ونكون
مثل ما يقولون ان تو موف فورورد توجذر. ممتاز. سيد شلون بالنسبه لك؟ بالنسبه لنا طبعا الصعوبات اللي واجهتنا يعني في البدايه ما كانت منصتنا مختصه بس بالمؤسسات والشركات. في البدايه كان بشكل عام شيء لكل الوجبات لكل هاي الامور. فكانت الصعوبه ان تسويق المنتج الى الاشخاص مثلا العاديين لانه اوريدي كان في منتجات ثانيه موجوده. فيعني كان بالنسبه لنا انه احنا المنتج اللي شكلنا مو مناسب حق السوق. فكانت الصعوبه الاولى. فاحسن شيء حق حل هاي النوع من الصعوبات له التجربه. فجربنا اول مرحله كان تطبيق لكل انواع الوجبات والاكل. بعدين وصلنا الى من المعلومات اللي وصلت عندنا قدرنا نستخلص منها ان احنا التطبيق والمنصه تناسب بشكل اكبر حق المؤسسات والشركات. فاحسن شيء حق حل هالمشاكل هو التجربه. فنجرب ونشوف لوين نقدر نوصل. تعرفوا شو اللي يعجبني فيكم وفي يعني عدد كبير يعني من شباب البحرين؟ ان عندهم نفس قوي وصبر. يعني في يمكن ناس يبتدون مشاريعهم ويشوفون من اول عقبه بسرعه يعني يصيرهم حالة يأس ويتراجعون. بس يعني سنية سيد يعني تحبيتي تتعلمين وحبيتي تسوين دراسة وتدورين لك على شريك وتشوفين السوق شنو فيه وتبين تشوفين لك بديل للحليب، هذا كله ياخذ وقت وياخذ جهد. يعني على الرغم من ذلك انت ما زلتي متمسكة بمشروعك وتبين توصلين حق الشيء اللي انت تبينه. نفس الشيء سيد، يعني التطبيقات كثيرة وبديت بوجبات عادية، بس أنت حاولت أن تسوق وتقيم مشروعك وشفت أن السوق يعني يمكن ضعيف في هذا الجانب فحبيت أن تقوي. هذه الأشياء كلها تأخذ من وقتكم وجهدكم، ولكن رغم ذلك أنتوا يعني صبرتوا. وفعلا يعني أنا أقول يعني مجال ريادة الأعمال تحتاج إلى مخ وصبر، صح ولا لا سنية؟ احب اضيف لذلك ان يعني في بعض الناس يمكن ما يعرفون من وين يبتدون. يعني انا بديت من البيت، بديت من خلال مركز خطوه. ويعني خصصت منطقه في البيت وبديت اشتغل من هناك. ممتاز. وسويت بروتوتايبس، دخلت كان وقتها كان في ذا نست ماركت من تبع الرواق. فكان في يعني وايد اماكن للواحد بس يقدر يبتدي. انه اذا عنده الواحد فكره يقدر بس يبتدي ويشوف شلون ممكن انه يتقدم. ما كان عندك عذر، كنتي في البيت، يعني حتى اختيار المكان في البداية في البيت ما في مشكلة. فأي يعني الواحد يقدر أن يبتدي مثلا من أي مكان. ممتاز. فيعني هاي الشيء وايد مهم أن الواحد يعني أن يحط في باله إذا بيفكر يبتدي. سيد، مقومات الرائد الأعمال الناجح بالنسبة لك أنت الحين، يعني خطيت ما شاء الله خطوات كبيرة، وحتى لو كان المشروع يمكن تشوفه هو تطبيق ولكن أنتوا اشتغلتوا في تفاصيل طويلة بحسب يعني اللي فهمته من كلامك. شنو مقومات رائد الأعمال الناجح؟ بالنسبة لي مقومات رائد الأعمال الناجح أول شيء الصبر. يعني بتواجه رائد الأعمال مشاكل في الطريقة هاي لريادة الأعمال، فيحتاج يكون صبور في البداية. والشيء المهم الثاني لازم يكون عنده اللي هو شريك. يعني الشراكة في ريادة الأعمال شيء مهم، لأن ما حد يقدر يوصل للنتيجة اللي يبغاها لوحده يعني. فهي من ابرز مقومات للنجاح. وطبعا الاعتماد على الكوادر الوطنيه. هاي يعني من اهم مقومات نجاحنا. يعني في اكلاتي حاليا فريقنا يتكون من 5 بحرينيين. ما شاء الله، ان شاء الله نتوسع قريب. يعني هو موجود خلاص التطبيق، نقدر نستخدمه. اي تقدرون تستعملونه. ممتاز. نقدر نطلب عصاير؟ اي طبعا. ليش ما تجيبين عصاير؟ ان شاء الله نجيب لكم. كان المفروض تجيبين حطينيه على الطاوله. ان شاء الله المره الجايه اللي انت استضفتيني. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بس قبل ما نختم، في يمكن بعض المشاريع بدت بس تعثرت. يعني يمكن في شباب ما حصلوا الشريك المناسب، في شباب يمكن عندهم مشكله انه يعني يكون في شراكه، يحب انه يشتغل لنفسه يعني لحاله. يعني وايد نسمع يفضل انه يكون بروحه، يفضل انه يخطط بروحه. شنو تنصحون الشباب اللي تعثروا وما قدروا يكملون؟ يعني بالنسبة لي أهم شيء إن أنا يعني الفكرة بدت في 2013. ما بدينا إلا الأوبريشنز إلا في 2017. يعني فعليا كنا في السوبر ماركتس 2017. فيعني هاي الشيء خذ وايد وقت من ايديا لفورميشن، يعني جوينج فوروردز، لما لقيت شريك.
فهو الشيء المهم ان الواحد يحط في باله انه اذا في فكره يبي يحققها الوقت مو مهم، المهم انه هو ماشي في الطريق الصح ويتم على الفكره اللي صحيح يعني يبي يعني انه يحققها. صحيح. وغير عن كذي بعد المهم ان الواحد باستمرار يسوي الشيء اللي ممتاز هو مؤمن فيه. ممتاز سيد. يعني انا عندي نموذجين، يعني الاكل وعندي كذلك هو حتى يعني اكل، ولكن يمكن انت استخدمت الجانب التقني التكنولوجي، وفي اهتمام يعني عالمي على يعني في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وانت يعني قدرت ان تضع لك خطوه وبصمه في هذا المجال. شنو تنصح الشباب؟ يعني في فئه كبيره من الشباب اللي يحبون المجال التكنولوجي، شو تنصحهم؟ يعني انصح الشباب اللي يحبون الجانب التكنولوجي سواء يعني الطلاب في الجامعات او الخريجين، يعني حاليا في كثير شركات الناشئه موجوده يقدروا يتعلمون يعني خبره ميدانيه، نقدر نقول خبره عمليه. يعني لما واحد يشتغل في شركه ناشئه يكون عنده يعني نقول قرار اكبر، يقدر يتعلم تكنولوجيا جديده. يعني بتكون في الشركات مثلا الكبيره مقيده لان اوريدي كل شيء موجود من قبل وبس بيجي بيواصل عليه، بس في الشركات الناشئه يقدر يتطور، يقدر ينطلق الى عالم جديد. يعني فأنصح المهتمين بالجانب التكنولوجي أن يأسسوا شركات أو أن يكونون ينضمون لشركات ناشئة. إن شاء الله. أنا أشكركم على وجودكم وأحييكم على يعني هذه الاندفاع وهذا الشغف اللي أنتم فيه. دائما أنتم مصدر فخر البحرينيين وشباب البحرين، إحنا دائما نفتخر فيهم. أحب أشوف البحريني الصبور، أحب أشوف البحريني اللي فعلا يتعب على نفسه، وأنتم يعني مثال مشرف من أمثلة كثيرة من الشباب البحريني اللي نعتز في سنية عبد العال. شكرا لك وسيد صادق، شكرا جزيلا لك. شكرا. الله يوفقكم إن شاء الله. مشاهدينا، من المهم أن يعني يشوف الإنسان الجانب الآخر في شخصيته من إبداع وفكر وكذلك إنتاج. هناك يمكن في كثير من الأشخاص يعني بإمكانهم تغيير الواقع بفكر تجاري أو مشروع يعني بيغير من مصيرهم ومستقبلهم. يمكن الشباب ما انتظروا ان يكملون دراستهم ويشتغلون، وجدوا مستقبلهم وشافوا يعني لهم خطوه علشان يواصلون فيها حياتهم. يعني هذا الموضوع يحتاج الى تخطيط ويحتاج اكيد الى تنفيذ بشكل صحيح، وشبابنا اكيد فيهم الخير والبركه. فاصل وبنرجع نكمل معكم. عودة لكم من جديد مشاهدينا. يستذكر العالم اليوم اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، هذا الشعب اللي قضيته هي القضية الأولى والأهم في قلب ووجدان كل عربي. في هذا السياق تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الخبر متمنين تحرير أرض فلسطين المباركة، واستعرضت بعض الحسابات الأخبارية خبر احتفاء سفارة فلسطين بهذه المناسبة. وأتمنى رواد هذه المواقع أن يعم السلام أرجاء العالم، فالتضامن مع الشعب الفلسطيني واجب إنساني وواجب وطني بالدرجة الأولى. حفظ الله بلداننا العربية من كل شر وضر. وصلنا معكم لختام حلقة اليوم، وتصبحون على ألف خير.